السلام عليكم متابعي الأعزاء. احتفل نجوم الهلال السعودي السابقين بالكتيبة الهلالية بعد تأهلها للدور الثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، ورغم الظروف القهرية التي تعرض لها الفريق بالفترة الأخيرة، وواجه الهلال حامل اللقب ظروفا صعبة للغاية بتزايد الإصابات بفيروس كورونا داخل صفوفه، حيث بلغت 15 حالة وخوضه مباراة شهر ولديه 3 لاعبين فقط على دكة البدلاء. ولكن رغم ذلك قهر الظروف وحقق المطلوب بالتعادل السلبي، وواصل صدارته للمجموعة الثانية وهذا برصيد 11 نقطة، وتأهل بشكل رسمي للدور الثمن النهائي للبطولة الآسيوية. وحرص نجوم الهلال السابقين على التفاعل مع تأهل الزعيم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وغرد صالح النعيمي قائد الهلال سابقا: لن أقول مبروك، فقد انتصر الهلال قبل هذه الجولة بعزم رجاله وكبريائه. مهما واجه من عواصف، مهما بلغت العراقيل، سيبقى الزعيم شامخا ليكتب في صفحات التاريخ أروعة ملحمة خاضها ما تبقى من فرسان. هي رسالة شموخ ومجد وتحد، هي رسالة نذير لاتحاد آسيوي هزيل. وتبعه سامي الجابر نجم ومدرب رئيس الهلال السابق: ما تقدمه إدارة الهلال والجاهزين الفني والإداري خارج الملعب من جهد، وما يقاتل من أجله نجوم الفريق وشبابه الذين أحضرون للمرة الأولى في معركة آسيوية، ليس هدفه بطاقة تأهل فقط، الإصرار والقتالية هما لشيء اسمع، هما للمحافظة على الهيبة لا تشتري وزعامة لا تمنح بل تنتزع. شكرا لكم من القلب. فيما قال محمد الداعية الحارس الأسطوري للزعيم: الحمد لله، ألف مبروك التأهل يا زعماء، رغم الظروف أنا القوي، أنا الزعيم وأنا البطل. وأعقبه ياسر القحطاني الملقب بالكاسر: لا صغير في الهلال ولا بديل، الأزرق يجعلهم كبارا، ألف مبروك التأهل يا زعماء. من جانبه علق طارق تياب صانع ألعاب الفريق الهلالي السابق: الحمد لله على كل شيء، مبروك التأهل يا زعماء، رغم الظروف أنا الهلال. وقد تحدى الهلال كل الظروف وانتزع تأهلا مستحقا إلى الثمن النهائي دور أبطال آسيا عقب تعادله السلبي مع شهار الإيراني في مباراة التي جرت بينهما على استاد الجنوب ضمن منافسات دوري المجموعات لدور أبطال آسيا. ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة كما قلت، وخضع الهلال مباراة شهار بعد رفض الاتحاد القاري طلبه تأجيل المواجهة لإصابة 15 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وأبرزهم هداف الفرنسي غوميز ولاعب وسطه الإيطالي سيباستيان. وطالب الهلال السبت الأحد القاري بتأجيل مباراته ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات للمسابقة القارية بعد اكتشاف 10 حالات جديدة لفيروس كورونا في صفوفه، ولكن الاتحاد الآسيوي رفض ذلك. وليختم الهلال حامل اللقب مبارياته في دوري المجموعات بلقاء شباب الأهلي دبي يوم الأربعاء المقبل. وكان الهلال أعلن عدة دفعات منذ السبت الماضي إصابة محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، نواف العابد، عبد الله الجعدان ونواف الغامدي، ومحمد الواكد، عبد الله الحافظ، ياسر الشهراني، غوميز، جوفينغو، سالم الدوسري، صالح الشهري، علي البليهي، ومتعب الفرج،
بالإضافة إلى عدة إداريين من بينهم مسعود كريري ليصل إجمالي الإصابات إلى 24 حالة. وغادر قائد فريق سلمان الفرج الأحد الحجر الصحي بعد أن ظهرت نتائج المسحة الطبية السلبية للمرة الثانية، كما ظهرت نتائج المسحة الأولى للثنائي محمد البريك وحمد العبدان سلبية، وأجريا مسحة ثانية للتأكد وفق البروتوكول الاتحاد الآسيوي الذي يشترط وجود مسحتين سلبيتين لمغادرة الحجر الصحي. ووافق الاتحاد الآسيوي على طلب الهلال استبدال اثنين من حراس المرمى بآخرين وفقا للائحة البطولة، والتي تنص على أنه يحق للنادي استبدال الحراس المصابين في حال لم يكن هنالك بديل. استدعي المدرب الروماني رازافان ثنائي فريق الشباب حارسي المرمى عبد الله البيشي وأحمد الجبيع والمهاجم التركي المطير المسجلين، ذلك ضمن قائمة الفريق الآسيوية. كما أظهر الهلال استدعائه قائد السابق محمد شلهوب الذي أعلن اعتزاله قبل 10 أيام، ووليد الأحمد لاعب درجة الشباب. وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على السماح للأندية بتسجيل حارس مرمى جديد عبر خطاب يذكر خلاله أن جميع الحراس البدلاء مصابون ويحتاجون لأكثر من 30 يوما للتعافي، كما يشترط أن يكون تقديم الطلب قبل 24 ساعة من خوض المباراة الجديدة.